السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها تشيت شيت، يعني ايه؟ يعني عبارة عن ورقة فيها ملخص للحاجة اللي انت عايزها. يعني مثلا ممكن تكون بتذاكر وورد مثلا، او بتذاكر برمجة، فهو كاتب لك اهم الاكواد او اهم الاختصارات او اهم الاوامر اللي انت ممكن تشتغل عليها. يعني ممكن مثلا حاجات، ممكن نختار ايه، خلينا نكتب مثلا اكسل. تقول له انتر، تمام. دي مثلا حاجة خاصة بال VBA for Excel، بيقول لك ان مثلا في التايب، في مثلا عندي لونج، عندي سنجل، ده معناه ايه، طب اختيار الخلية بتتكتب ازاي. اختصارات مفيدة جدا، بتوفر على الواحد وقت، وبالذات مثلا لو في اوامر في البرمجة، اوامر في الدوس، فبدل ما تقعد تحفظهم، لا بتبقى موجودة معاك، ممكن حتى تطبعهم وتبقى موجودة معاك حاجة بالشكل دوت. فالورق ده أنا بحب أشتغل بيه، وبالذات لو حاجة جديدة لسه بتعلمها، بتوفر على الواحد وقت. ممكن مثلا شغال أنت في 3D ماكس وأوامر أول مرة تشوفها، فتقدر أنت تستعين بيها. هتلاقي حاجات خاصة مثلا ببرنامج الباور، برنامج المايكروسوفت بروجكت، الإكسل، هي المعادلات بتاعة الإكسل. ورقة واحدة ممكن تطبعها جنب كده A4 و تستفاد منها. الموقع ده فيه تقريبا اكتر من 5000 ورقة زي كده.